إلى ولاية سيدي بلعباس مع المتسابق بن ضياف أيوب تقيمه الدكتورة والأستاذة راضية هلال. مرحبا بالمتسابق بن ضياف أيوب من ولاية سيدي بلعباس. أيوب، استقبلناك في الطبعة السابقة وكنت رائعا في الحقيقة، وتأهل معنا إلى البريمات، يعني تقدم. نعم. وما الذي خانك حتى لم تتأهل؟ الحفظ. إذن هذه المرة معول على الحفظ إن شاء الله. مستعد يا ولدنا أيوب؟ اقرأ من السؤال الأول من قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. حسبك، شكرا لك، ما شاء الله عليك. اقرأ من قول الله عز وجل في السؤال الثاني: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار، وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل
وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. نعم شكرا لك حسبك. السؤال الثالث اقرأ من قول الله تعالى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. حسبك. نعم شكرا لك. كنت متميزا ومتألقا على العام الماضي أستاذة راضية. نعم. يعني طاقة جبارة كبيرة أبهرنا وقدمها لنا في هذا البرايم أستاذة راضية. نعم يعني هو كقارئ ممتاز جدا في صح يعني وهناك فرق كبير واضح بين قراءته هذا العام والذي سبق ولله الحمد. طيب يا أيوب
يعني قراءة تكشف يعني أنبهك لأشياء. تمتلك قوة في الصوت، خاصة في بعض الأحيان تمد بشكل يعني جميل جدا ولذيذ، ها؟ ولكن توظيف يعني مرة مثلا هذا فن متى مثلا أتصاعد في الصوت ومتى أنزل، إما أن تساير المعاني أو ما يسمى في علم المقامات، يعني تساير المقام الذي اخترته فنعلم لماذا رفعت ولماذا أنزلت. لكن تمتلك هذه الآلية وهذه المكنة رائعة جدا في صوتك الحمد لله تعالى. بقي عليك يعني في الأحكام أيضا، لا أدري يعني في تطبيقك لأصول الرواية تحتاج إلى ما يسمى بالثبات على أداء واحد لا تغير. مثلا الإخفاء، عندنا مراتب الإخفاء، نعم، مثلا لما تخفي عند الشين مرة تخفي كأنك تظهر النون ومرة تخفيها إخفاء صحيحا، فأنت اختر إن كنت من أصحاب درسك شيخك على مراتب الإخفاء فاختر مرتبة لحرف الإخفاء أخفيه عندها في كل مثيلاتها والتزمها، وأنت رائع جدا. شكرا لك. شكرا لك أيوب ضيف، وشكرا للدكتورة راضية هلال على هذا التقييم المتميز للبرعم المتميز بن ضياف أيوب. نتمنى له التوفيق في بقية مشواره مع القرآن الكريم. نتواصل معكم مشاهدي الكرام في هذه المسابقة، مسابقة مزامير داود، وأدعوكم دائما إلى مشاركتنا في تكريم أهل القرآن الكريم خلال مساهمتكم الخيرية من أجل أن ندعم أهل القرآن الكريم. ما عليكم سوى أن تتواصلوا مع فريق البرنامج عبر العناوين التي تظهر أسفل